وللمزيد ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العريش. كريم، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك الآن. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الثالث لسريان الهدنة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس، حيث تحركت اليوم 237 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية المختلفة وشاحنات المياه وأيضا شاحنات الوقود، والتي عبرت بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية ووصلت إلى بوابة المعبر العوجة ليتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال، ثم تذهب إلى الجانب الآخر. الهدنة متفق عليها 200 شاحنة في اليوم، ولكن تم إدخال أكثر من 200 شاحنة نظرا لعدة أسباب. السبب الأول هو عدم دخول العدد الكافي خلال اليومين الأولين، وأيضا الجانب الآخر أنه ليست كل الشاحنات التي يتم تفتيشها تذهب بالفعل إلى قطاع غزة، ولكن بعض منهم يعود بالكامل مرة أخرى. لذلك تم إدخال عدد أكبر من المتفق عليها على أمل أن يصل إلى قطاع غزة 200 شاحنة بالفعل مما يدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة أيضا لل 61 شاحنة الذين دخلوا إلى شمال قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. دخل اليوم أيضا على الأقل وصولا إلى شمال غزة 50 شاحنة أخرى دخلوا بالفعل عبر الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا، على أمل أن يتم توزيعهم بالفعل خلال يعني هذا اليوم على الأقل خلال اليوم وغدا. بالإضافة لذلك أيضا اصطفاف عدد كبير من الشاحنات متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار أيضا دورها لدخولها عبر بوابة معبر رفح، بالإضافة أيضا لوصول عدد كبير من الشاحنات، مئات منهم وصلوا بالفعل إلى إما صلاة المغطاة بالعريش أو حتى إلى رفح والشيخ زويد، هذا فضلا عن استقبال مطار العريش لعدد كبير من الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية. إذا تحدثنا عن الشاحنات الخاصة بالغاز والشاحنات الخاصة بالسولار، فكما ذكرتم دخل بالفعل 129 ألف لتر من السولار، بالإضافة لأربع شاحنات أخريات من الغاز دخلوا بالفعل، لذلك يصل عدد الشاحنات التي دخلت عبر بوابة معبر رفح المصرية حتى الآن إلى 20 شاحنة من سولار ومن غاز يتم توزيعهم على قطاع غزة، وبالفعل تم دخولهم إلى قطاع غزة. أيضا بالإضافة لذلك نتحدث عن العالقين الذين كانوا متواجدين داخل مدينة العريش ورفح، بالفعل تحرك بعض منهم أيضا اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية العالقين من الأشقاء في فلسطين ليعودوا مرة أخرى إلى أراضيهم. أما بالنسبة للمصابين فوصل عدد كبير من سيارات الإسعاف داخل النقطة الفاصلة بين بوابة معبر رفح المصرية وبوابة معبر رفح الفلسطينية، وعلى أمل أن يتم استقبال اليوم حسب الاتفاق 135 مصابا من الأشقاء في فلسطين ليتم استقبالهم في المستشفيات المختلفة وتحديدا مستشفى العريش العام التي رفعت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه الأعداد من المصابين. وبالطبع نتابع الآن بينما نتحدث صفقة تبادل الأسرى في اليوم الثالث بين حماس وبين أيضا قوات الاحتلال. نعم كريم، يعني قبل أن أشكرك على هذه الجولة المفصلة لدي سؤال سريع. ذكرت فيما ذكرت أن هناك شاحنات تعود مرة أخرى، هل لديك فكرة عن أسباب رجوع أو عودة أو إعادة هذه الشاحنات مرة أخرى؟ يعني دائما ما كانت قوات الاحتلال منذ بدء دخول الشاحنات تعرقل دخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة لأسباب كثيرة لم يعرف حتى الآن ما هي الأسباب. في بعض الأوقات قالت أن هذه الشاحنات يعني بها بنج وكان مرفوض في البداية دخول البنج للمستشفيات في قطاع غزة، بعض الأحيان قالت أنها غير آمنة، في بعض الأحيان لم تقل الأسباب، لذلك ليست معروفة هذه الأسباب، ولكن في بعض الأحيان يتم رفض هذه الشاحنة مجملا وتعود مرة أخرى ثم تعود في ركاب بعدها بيوم أو يومين وتدخل إلى قطاع غزة. نعم. أشكرك شكرا جزيلا زميلي كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة من أمام معبر رفح، شكرا جزيلا.